كوب ماء. فاطمة تشعر بالملل، تفكر في شيء ما يمكن أن يكسر شعورها هذا. سأرسم لوحة، لوحة حول موضوع ما. وبدأت فاطمة بتحضير معدات الرسم، ولكن هناك شيء ناقص. أمي، أريد وعاء كي أضع فيه فرشاة الرسم. خذي كوبا فارغا واغسليه بعد أن تنتهي من الرسم. سأخذ هذا الكوب. انتظري، ماذا فعلت؟ أفرغت الكوب خارج النافذة، أريد الوعاء جافا. هذا خطأ يا فاطمة، الماء كان نظيفا يا ابنتي. أنه مجرد كوب من الماء. لا تزعج نفسك يا أبي، الأمر بسيط ولا يستحق الذكر. حسنا حسنا، تعال يا معي، سأريكما ماذا يمكننا أن نفعل بكوب من الماء. أولا الشرب. كوب من الماء يروي ظمأ إنسان، وعن طريق كوب من الماء نستطيع تحضير وجبة من الحساء الساخن، ونروي نبتة جميلة أيضا، ونزين الطاولة بباقة من الزهور. كوب من الماء يكفي لغسل اليدين أو غسل الوجه. كوب من الماء يكفي لسلق بيضة لذيذة أو لسلق شريحة من اللحم، وتنظيف بقعة على الملابس، ويمكننا مسح الطاولة ونقدمه للقطة كي تشرب، ونعد من خلاله كوبا من العصير أو فنجانا من الشاي أو فنجان قهوة. وهل تعلمان أيضا أني أستخدم كوبا من الماء كي أحلق ذقني صباحا؟ وغابت الشمس عن المدينة، وما زال أبو طلال يشرح لأطفاله ماذا يمكن أن نفعل بكوب من الماء. أتريدان المزيد؟ معك حق يا أبي. الآن عرفت ماذا سأرسم، موضوعا في غاية الأهمية، كوب من الماء الأزرق. لا 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 لا. الماء نعمة مهما كان مقداره. ودمتم سالمين. دم دم.